كاف 24 تقول لكم الحدث بالصوت والصورة. شعبي العزيز، إن المغرب كبلد مستقر وذي مصداقية يعرف جيدا الرهانات والتحديات التي تواجه الدول الإفريقية عموما والأطلسية على وجه الخصوص. فالواجهة الأطلسية الإفريقية تعاني من خصائص الغوص في البنيات التحتية والاستثمار والاستثمارات رغم مستوى مؤهلاتها البشرية ووفرة مواردها الطبيعية. ومن هذا المنطلق نعمل مع أشقائنا في إفريقيا ومع كل شركائنا على إيجاد إجابات عملية للحماة ديال تحرير واستكمال الأراضي بلادنا. اليوم كانت كلها 48 سنة كلها مسار تنموي بامتياز وتميز، مسار الإقلاع الاقتصادي، مسار تنمية الأقاليم الجنوبية، مسار تطوير البنيات التحتية، مسار تطوير العلاقات الخارجية. اليوم كما أشار صاحب الجلالة، اليوم الصحراء هو البوابة والعمق الإفريقي، هو البوابة على إفريقيا والبوابة على محيطها على الأطلسي على 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 أمريكا. اليوم هذه الملحمة كلها كتبين مدى تعلق الشعب المغربي بصحرائه، وأن اليوم هذه الصحراء اللي خلاها نافذة اقتصادية بامتياز لجميع الدول المجاورة، اللي اليوم فتح آفاق كبيرة حتى لدول جنوب الصحراء. واليوم أشار وأبان على أن الغازودوك اللي مجي من نيجيريا، ذاك الأنبوب ديال الغاز اللي مجي من نيجيريا، هو كله مشروع تنموي لجميع دول الساحل 23 وكذلك لبلادنا. واليوم حنا بجهود وتضافر ديال الجميع ممكن نكونوا بنية أساسية متطورة في صالح جميع الدول الشقيقة الإفريقية، وكذلك نقطة تواصل مع الدول الأوروبية.